السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف يعني روعة وجمال تربية الفراخ البيضة في المكان زي ما انتم شايفين حضراتكم. البوكس اللي قدامنا ده هوت بوكس او بطارية ارانب كانت مقسمة لثلاث عيون، وتم ازالة الحواجز اللي في النص ومرفوعة على قطع خشب، قطع هنا وقطع في الاخر، وهناك برام في الآخر وبرام فوق. بينها وبين الأرض حوالي 10 سنتي. تم فرش قطعة أو شكارة، شكارة الأسمدة أو الكيماوي أهي، وبيتم تغييرها بصفة مستمرة علشان نشيل الحمام أو البراز بتاع الفراغ بتاعنا. طبعا علافة صاج مرفوعة مش محطوطة على أرضية البوكس. نفس القصة، السقاية مرفوعة على غطا سقاية آخر، لمبة 100 واط للتدفئة وللإضاءة. طبعا الكتاكيت دهيت كنا استعرضناهم قبل كده، كانوا الناس دمت أحد الأقارب كانوا مربيين ساسو وبلدي وساسو وبلدي وبط مسكوفي وأبيض كلهم في مكان واحد. وخلال 10 أيام، الأسبوع الأول طلع البط، بعد 10 أيام طلع الفراخ البلدي، الفراخ الساسو لسه موجودة، 5 فرخات ساسو وضمت 7 أبيض. ما شاء الله مكان نظيف، مكان واسع عليهم خالص. الحمام بتاعهم حمام مثالي طبعا، لان الفرخ زي ما انتم شايفين نايم على سلك، السلك نظيف مفيش فيه يعني الطائر مش محتك بالارض، فبالتالي مش هيجيله اسهالات، مش هيجيله كوكسيديا، مش هيحصل له اي شيء. بصوا حتى هنا برضو العلف، العلافة مرفوعة برضو اهيت، يدوب بس الفرخ بيمد منقاره ياكل من العلف. طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم يعني دي كلها افكار ممكن يعني متابعيني على القناة. بوكس زي دوت قالوا ان هم شارينه ب50 جنيه، طبعا هو متهالك شوية بس كويس، خدت بال حضراتكم، لان هو سلك بس، وعملوا الفكرة الجميلة الرائعة اللي قدام حضراتكم دهيت. شوفوا يعني منظر وشكل جميل جدا، وتربية ممتازة، متوفر فيها مية، إضاءة وتدفية، علف. وطبعا إن شاء الله أنا بنصحهم إن هم خلال كام يوم كده يشيلوا الفراخ الساسو دهيت. طبعا يا جماعة يعني أوصيكم طبعا بان احنا نقدم برضو الفيتامينات والمضاد السموم، ونتعامل في برنامج الدوائي للفراخ اللي بتربى في البطاريات كأنها بتربى على الارض، وخصوصا مجموعة فيتامينات ب، لان طبعا بيصعب تخليقها في التربية على البطاريات. شكرا لحضراتكم، وتابعوني على قناتكم، قناة مهندس صبري غازي.